صباح بقاله الخير على مدة. كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، اهلا بيكم معانا يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. ما زالت الاحداث بتتصاعد امام وزاره الداخليه وكمان في السويس. كان في 2 قتلى امبارح وطبعا شهداء كتير جدا النهارده. بنتمنى تكون الاحداث ما تبقاش شبه اللي حصلت امبارح. هيكون معانا النهارده فقرات كتير جدا وضيوف كتير جدا عشان نتكلم عن الاحداث الجاريه واللي بتحصل النهارده في مصر وبعض المحافظات او بعض محافظات النهارده. خلوني اصبح على زمايلي. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا مايا. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا عايده، واهلا بكل اللي بيتابعونا مره تانية. والنهارده ثالث يوم في الحداد الرسمي اللي اعلنته الدوله حزنا على ضحايا اهالي بورسعيد وعلى ضحايا بورسعيد، انا اسفه، حادث بورسعيد. واعتقد امبارح ناس كتير وصلها انباء، معرفش دي إشاعة ولا دي فقط أخبار بيتناولها الناس، عن القبض على بعض المتهمين المتسببين في حادث بورسعيد. يا رب نعرف الحقيقة فين، يا رب التحقيقات توصل لنتائج، يا رب نقدر نقبض عليهم، لأنه أكيد أكيد دول ولاد مصر وكلنا نفسنا حقنا يرجع لنا. بعتقد أنه الناس اللي بتتكلم على التهدئة والناس اللي بتتكلم على ارجعوا والناس اللي بتحاول، كل برامج تقريبا امبارح بالليل لو كنتوا تابعتوها، كفاية كده، كفاية دم، كفاية الشباب المصري بيضيع، هدوا العيال، هدوا الشباب. أنا نزلت امبارح بالليل وحضرت بعض الأنشطة، مش عايزة أسميها، يعني مش عارفة أسميها إيه بصراحة، أنشطة عنف، هرجلة جوه شارع محمد محمود وشارع نبار وشارع الفلكي وسط البلد. امبارح كان فيها كر وفر كتير، وساعات كنا بنلاقي ناس بتطلع علينا ومبقاش فاهمين دول جايين منين، كميه الغاز غير طبيعيه. فاللي عايز العمال يقول هدوا هدوا، يعني الدنيا مش هتهدى بصراحه غير لما يبقى في قرارات، غير لما الشباب يحس انه دم اخواتهم واصحابهم ما راحش هدر. الناس مش هتهدى غير لما يحسوا ان في اجراءات فعلا بتشفي غليلهم. لكن انا اقول لهم ارجعوا بيوتكم زي ما رجعنا كلنا بيوتنا من اول الثوره ما حصلت، رجعنا كام مره وما حصلش نتائج. فارجوكم بقى العقلاء فعلا اللي عايزين يرجعوا الناس بيوتها يبقوا فعلا بيزقوا في ان يتاخد قرارات، يبقوا فعلا بيزقوا انه اللي تسبب في قتل حاجه و70 مصري شاب زي الفل 18 و19 سنه في اقل من ساعه، العقلاء دول بقى اللي احنا بنسميهم عقلاء، بدل ما يروحوا يقولوا للناس ارجعوا بيوتكم، يقولوا للناس ادي الناس اللي تسببت في قتل اخواتكم ودول هيتحاسبوا ودول اللي زقوهم ودول اللي دفعوا لهم فلوس. فمش عايزين بس نبقى بنقول كلام ونبقى بنعيد نفس الكره ونبقى بنعيد نفس الكلام اللي كنا بنسمعه في اول 18 يوم، ونبقى بنسمع كلام ان مش دول العيال بتوع الثوره ومش دول العيال بتوع الالتراس ومش دول الشرفاء والشرفاء ناس ثانيه. يعني الكلام ده تعبنا منه. فاللي عنده حاجه عدله وقرار يعرف يعمله هو ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه. يعني عايده جابت اخر الكلام اللي ممكن يتقال، لانه بجد اللي حصل في احداث بورسعيد تحديدا، يعني بغض النظر بقى عن التفاصيل وازاي ما تامنش وازاي ده كله هنتكلم فيه النهارده مع ضيوفنا، لكن انه احداث مجلس الوزراء واحداث ماسبير والاحداث اللي حصلت كلها في محمد محمود واحد، يعني محمد محمود واحد كمان، يعني ما ماتش العدد اللي مات في احداث بورسعيد، ده مات في ساعتين حاجه و70 بني ادم في ساعتين بس. خلينا بس ناكد ان الساعتين دول كانوا منقولين مباشر امام كل الكاميرات. أيوة. وان الساعتين دول ما حدش فكر يستنجد، واللي فكر يستنجد من جهاز الشرطه ما اعتقدش يعني ان كان في اي رد عليه. فده اعتقد اول مره في حياتنا نشوف مذبحه موجوده على الهواء وما حدش يعمل لهم حاجه. ده مش تقصير امني، ده ما اعرفش يسموه ايه بقى، ده استخفاف بقول المواطنين. انا بعتقد على العموم النهارده هيكون عندنا فقرات زي ما ساره قالت كتير، احنا قاعدين معاكم لغايه الساعه 2. هنتكلم من وجهه نظر الحقوقيين، من وجهه نظر السياسيين، من وجهه نظر الصحفيين، بالتالي كمان هيبقى عندنا رياضه، ناقد رياضي هيبقى عندنا، ورجال اقتصاد، ورجال اقتصاد وطب نفسي، لان محتاجين نعرف حاله المواطن بقى النفسيه دلوقتي بقت عامله ازاي، اذا كان في محمد محمود او في الاحداث او قاعد في بيته بيتفرج على التلفزيون، وقد ايه القتل بقى شيء بنشوفه عادي كده وما بقناش بنتضايق منه، حاجه تحزن بصراحه. بس خلينا نبتدي بايه ولا يعني اعتقد الفقرات بقى يعني نتابعها مع بعض جوه الحلقه ولا ايه، ولا نحبوا نعمل كده؟ طيب يعني خلينا نروح لاول فقره هتكون مع مي النهارده، هي فقره الصحافه، عشان تعرفوا النهارده ايه الاخبار كده في الجرايد كاتبه ايه واهم المانشيتات بتاعتها. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نبدا حلقتنا النهارده ونهارك سعيد.